اليوم السيد الوالي برمج خرجة ميدانية لسكنة عدل ببلدية سيدي خويلد، وهذا الشيء اللي تبقى من عدل تنين اللي لم يستلم بعد، يعني كل البرامج تاع عدل استلمت بالولاية ورقلة. بقات لنا هادو 1337 سكن ببلدية سيدي خويلد. السيد الوالي وقف على تقدم الأشغال، وإن لاحظ عندنا سكنات اللي راهي انتهت، بقات التهيئة والربط بالشبكات المختلفة.